وان فون. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. وان فون رقم الهاتف التاني، تطبيق محمله مليون مستخدم. لو انت عندك شغلك وبتتكلم وبتستورد ومحتاج ارقام دولية، فالتطبيق ده هيوفر لك رقم دولي، رقم دولي في اكتر من 40 دولة، المملكة المتحدة، أمريكا، فرنسا، البرازيل، كندا، الصين، كل دي أرقام دولية. تقدر تعمل عليها واتساب خاص بيها، تقدر تعمل تسجيل مكالمات دولية بينك وبين الشخص، تقدر تعمل إخفاء لرقمك الدولي لو بتتصل بأي حد، تقدر تاخد عدد غير محدود من أرقامك عن طريق نفس الموبايل بتاعك بدون ما تبقى محتاج تغير شريحة، لأن دي شريحة إيسم غير العادية الفيزيكال، دي شريحة إلكترونية مش موجودة، وهمية، بس هي موجودة على التليفون، تقدر تعمل اتصال زي ما أنت عايز. بس الصعوبة إن هنا الأرقام كلها مفيش ولا رقم مجاني. الاشتراك $19 في الشهر، وده مبلغ كبير مش صغير. كمان لما بتيجي تدفع اشتراك للخط عشان تشتري الخط، بعد ما بتدفع الفلوس بيطلب منك إن أنت تملى استمارة. الاستمارة دي بيبقى فيها صورة البطاقة أو صورة الهوية بتاعتك، أي شهادة صادرة من جهة حكومية ليك، كل ده. وتيجي ملي الاستمارة، يجيلك الرد بعد 24 ساعة، وده اتكرر مع أكتر من واحد ان البيانات غير مطابقة. طب البيانات غير مطابقة، ممكن ترجعوا لي فلوسي $19 اللي انتوا خدتوهم؟ ترجعوهم لي زي ما خدتوهم؟ للأسف الشديد بياخدوا الفلوس وما بيرجعوهاش تاني، وده اللي خلى تقييمات التطبيق زفت الزفت. يعني اغلب الناس اللي محروق دمها دفع 600 جنيه ولا اكتر من كده بالمصري عندنا، يعني 600 جنيه او 700 جنيه. $19 مش مبلغ قليل عشان ادفعه لك وانت تاخد مني الفلوس. طب انت حضرتك كنت المفروض تقول لي رقم الهوية دوت في الاول، وبعد كده تدخل بياناتي. لو بياناتي تمام مطابقة معاك ومفيش مشكلة فيها، خد مني الاشتراك. لكن بعد ما تاخد الاشتراك تقولي البتاع دوت الهوية وحاجات زي كده. في تطبيق تاني اسمه نوميرو، التطبيق دوت مجاني، تقدر تجمع نقاط عليه وتاخد خط بيه $1 في الشهر عن طريق الاعلانات. كمان ما بيقولكش لا رقم هوية ولا اي حاجة، تقدر تعمل واتساب، تليجرام، كل اللي انت عايزه على التطبيق. نصيحة مني، ما حدش يحمل تطبيق وان فون لانه تطبيق يعني مش سالك وتقييماته وحشة جدا جدا جدا. وموضوع رقم الهوية ده ممكن تدفع الاشتراك بتاع الخط وفي الاخر ما تاخدش الخط. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو ما كنتش عارف تطبيق.